أسعد الله أوقاتكم بكل خير بنشرة الأخبار الموجزة. والبداية من كورونا، فقد سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم أكثر من 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومعظمها كانت في العاصمة فيينا، وإضافة إلى ذلك 27 حالة وفاة. أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتز أن البلاد تعاملت تعاملاً جيداً مع الموجة الثالثة من وباء كورونا، وأن أرقام الإشغال في المستشفيات وتحديداً في وحدات العناية المركزة تنخفض باستمرار. وقال كورتز: لدينا حالياً نحو 1800 شخص يتلقون العناية في المستشفيات ووحدات العناية المركزة، في حين قبل 3 أسابيع كان لدينا قرابة 2500 شخص. وأضاف كورتز أن الإغلاق الصارم كان ضرورياً فقط في فيينا والنمسا السفلى وبرج اللاند، في حين أن القيود في الولايات الست الأخرى كانت أقل بكثير بسبب فاعلية الفحوصات الطبية والالتزام بالأقنعة الطبية. وأعرب كورتز عن تعاطف النمسا مع الوضع المأساوي في الهند، موضحاً أن الحكومة أقرت مساعدات دوائية بقيمة 2 مليون يورو، وتشمل العقاقير المضادة للفيروسات لدعم مكافحة الوباء في الهند. صرح أندرياس بينشتاينر مستشار وزارة الصحة بأن النمسا ستستلم 750 ألف جرعة من لقاحات كورونا أسبوعياً ابتداء من الشهر المقبل، منها 500 ألف جرعة من لقاح فايزر بايونتيك. وأضاف: البلاد تعزز بقوة وبخطى متسارعة حملات التطعيم ضد الوباء، حيث من المتوقع قريباً الوصول إلى تطعيم 100 ألف شخص يومياً. وأشار المستشار إلى السماح بتسجيل كل من يزيد عمره عن 16 عاماً لتلقى اللقاح ابتداءً من 10 مايو المقبل. ولفت المستشار إلى وجود أسباب وجيهة للاعتماد على لقاح فايزر بايونتيك إلى حد أساسي، مفسراً ذلك بالموثوقية العالية التي تتمتع بها هذه الشركة، متوقعاً أن تسجل التطعيمات الحجم الأكبر في يونيو المقبل. اشتبهت الشرطة العسكرية النمساوية بثلاثة جنود يعملون على الحدود مع المجر في مقاطعة برج اللاند، وذلك بتلقيهم رشوة من العابرين دون أن يكون لديهم فحص فيروس كورونا. وقد أعلنت وزارة الدفاع النمساوية فتح تحقيق في الموضوع للاشتباه بثلاثة جنود على الأقل من القوات المسلحة سمحوا بدخول العديد من الأشخاص إلى النمسا على الرغم من عدم امتلاكهم أوراق سارية المفعول وفقاً لإجراءات كورونا، وفي المقابل تلقوا أموالاً من السائقين. وبحسب الوزارة، قد أبلغ مكتب الشرطة الجنائية بولاية برج اللاند أن يحقق في الأمر، وقد بدأت في جميع التدابير الداخلية اللازمة، بحيث سيدعى الجنود من جانب الشرطة العسكرية لاستجوابهم. وقع حادث أليم مساء الأربعاء أدى إلى وفاة شابين على الفور، وذلك بعد اصطدام دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية مع شاب يقود دراجة كهربائية أو ما يعرف بسكوتر. ففي الساعة 10:30 مساء لاحظت دورية في لينز راكبي دراجتين ناريتين أحدهما تخطى الثاني من ناحية اليمين وتسارع بشكل ملحوظ، ولهذا قامت الشرطة بمطاردته. تجاهل سائق الدراجة وهو شاب يبلغ من العمر 24 عاما العديد من إشارات المرور الحمراء عند التقاطعات، وقادها بسرعة مفرطة. وعند التقاطع مع أحد الشوارع كان هناك شاب على سكوتر كهربائي يعبر على الضوء الأخضر، بعد ذلك اصطدم ببعضهما مباشرة وتوفي سائق الدراجة النارية وسائق السكوتر متأثرين بجروحهم في مكان الحادث. بحث كارني هاما وزير الداخلية النمساوي خلال جولة في دول غرب البلقان الثلاث مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وصربيا تعميق التعاون في مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية وزيادة ضوابط الحدود وتسهيل عودة مرفوضي اللجوء. وتفقد الوزير أوضاع ضباط الشرطة النمساوية المفيدين إلى منطقة جيفجيليا في مقدونيا الشمالية، وعددهم 15 ضابطاً يشاركون في تأمين الحدود بين مقدونيا الشمالية واليونان. وأشاد نيهامار بالسياج الحدودي
بين صربيا ومقدونيا الشمالية عبر معبر بيرسيفو، واصفا أن هذا السياج الضخم والذي يبلغ ارتفاعه نحو 5 أمتار والمزود بالأسلاك الشائكة يوفر الأمن أيضا للسكان في النمسا. أعرب مايكل لانداو رئيس منظمة كاريتاس النمسا عن قلقه بشأن عدد الأشخاص المعرضين للفقر، مذكرا الحكومة بالهدف الذي حددته لنفسها وهو خفض عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر إلى النصف. وقال لانداو عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر في النمسا هو 13.9% مقارنة بالعام الماضي، خصوصا وأن البيانات تأتي من مدة ما قبل كورونا. وأكد أنه لا يمكن قبول حقيقة أن قرابة 300,000 طفل وشاب معرضون لخطر الفقر، وكل رابع شخص في النمسا معرض لخطر الفقر هو طفل، وبسبب الوباء الوضع قد ساء خاصة بالنسبة للأطفال. وختم، لقد أظهر لنا الوباء أن لدينا مستوى جيد من التضامن في النمسا والالتزام من جانب المسؤولين السياسيين، لأننا بحاجة إلى خطة إعادة بناء اجتماعي للنمسا على الفور. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفجرات لنكتمل بالمعرفة. كنت معكم أنا بثينة سلام، إلى اللقاء.